مرحبا. رياضة كل إشي بحياتي، لأنه أنا جيت من عائلة كلها رياضة. فلما بلشت بلعبة المبارزة كانت هي عبارة عندي يعني بس لعبة أفرغ فيها طاقة، وأنا حبيتها كتير. بس شوي شوي اكتشفت أنه أنا موهوب فيها كتير، ومع البطولات اللي كانت تصير بلشت أخذ بطولة فلسطين، فأخذت بطولة فلسطين أكتر من مرة. احكي بلعبة ما صفيفة انت بخيرها شو الخالي سبورتاي. كان كتير تخوف من الأهل كل الوقت، انه ممكن هاي اللعبة خطر، ممكن صارت تاخذ منك وقت كتير، بطلت تهتم لأشياء تانية. بس مع تطور مستواي وصار عندي احتراف وكنت اخذ البطولات ورا بعض وبشكل ملفت، الاهل عكسوا كل اشي لتشجيع الي وصاروا هم دايما واقفين جنبي. ايما ايتك اخا يقول لسبر ما بديوك قرى ما قرى شبعتم شينا لك ايتا كاريرا. شهر أغسطس 2008 كنت طالع مع المجموعة الرياضية هاي على ألمانيا، وللأسف الجيش الإسرائيلي اعتقلني من الجسر، ومن هون بلشت القصة الصعبة اللي قعدت على أثرها شهرين بالسجن. كانت تجربة كتير صعبة، يعني كتير كتير صعبة، فيها أحداث كتير صعبة، فيها تعذيب، فيها ضغط نفسي، فيها تهمة. قالوا لي انت رحت على تل أبيب، هجمت على شرطي، اخذت سلاحه واخذت سيارته كانت شغالة، هو كان بيتحرك، وطلعت عليه بالسيارة مرتين، حاولت تقتله وهربت. انا انصدمت لانه مش هذا المحل اللي انا لازم اكون فيه، وطبعا انا كل وقتي رياضة وحياتي رياضة، وعندي حلم كان لازم اوصل له اللي هو العالمية بالرياضة. فجأة لقيت حالي بتهمة وبسجن وبتحقيق. طبعا بهاي الفترة اللي انا عدت فيها اللي كتير صعبة وتعرضت فيها لكتير اساليب تعذيب عشان اعترف انه انا عملت هذا الاشي. ونزلت تقريبا 6 محاكم بالفترة هاي، بهدول ال6 محاكم طول الوقت القاضي لما يحكي ما بعطيني فرصة انه احكي، بس انه كان يسألني انه انت مذنب، انت عامل ولا مش عامل هذا الاشي، وقال له طبعا انا مش عامل، انا حياتي كلها رياضة وما الي في الاشياء التخريبية. بالفترة اللي أنا كنت محبوس فيها الفريق تبعي كان مكمل معسكره في ألمانيا، وراحوا وشاركوا بالبطولة اللي في قطر. بعد شهرين طلبوني كمان مرة للمحكمة، هي كانت المرة 7، حكوا لي إنه أنت اليوم تقدر تروح على الدار. أكالي إنه هذا خطأ، إنه كان في غلطة، لأنه اللي عمل هاي الحادثة انمسك هو من الخليل. بعدها طلعت من السجن، كان كمان كتير وقت صعب علي كمان عشان العيلة وعشان الرياضة اللي بحبها، وعشان حسيت حالي خسرت كل إشي. ما كنت أتدرب، ما كان في حالة نفسية وصحية منيحة عشان أتدرب، لأنه أنا كنت متضرر من السجن. رحت شاركت بالبطولة، للأسف ما كنت لا جاهز لا بدنيا ولا فيزيائيا ولا صحيا ولا نفسيا. في اليوم الثاني من البطولة كان عندي اللعبة 8 أو 9، فصار معي إصابة وأنا بلعب. أجت إجري من دبيت، أجت إجري تحت جسمي وصار عندي قطع في الرباط الصليبي. ما قدرتش أكمل طبعا لعب بعدها وخسرت إداريا، ورجعت وحسيت إنه هيك خلصت حياتي، خلص كل إشي ممكن يربطني بحلمي، وخسرت كل إشي بحياتي. زي مثلا هيك مثال صغير، انه بغرفتي في زاوية كبيرة محطوط فيها كتير كؤوس وكتير ميداليات انا حاصل عليها ببلدي، وحاصل عليها بالبلدان الثانية ومشاركة الثانية، لانه كنت مميز. كل وقت كنت اتفرج على المكان الفاضي انه هذا راح يجي له وقت قريب انه راح احط فيه اشي، بس هذا كله اختفى بالوقت الصعب اللي صار معاي، لانه كله عملت عليه ستارة غطيته، لانه ما قدرت اتحمل صرت اشوفه بعد ما صار معي، عشان ما احسش بالوجع والالم كل ما اتفرج عليهم، لانه انا اي اشي كان يذكرني بالاشي اللي بعمله كنت وين انا كنت وين صرت كتير كان صعب. لازم مكان قاعده بعد ما اخري ما بتصيعه واخري الفيتور على الكاريره. بعدها كتير ركزت على انه لازم اعطي هاي الفرصة لحدا تاني، فدربت جيل صغير بلعبة المبارزة، ودربت كمان جيل اكبر شوي خصوصي بنات،
عشان عندي التجربة اللي كانت المنيحة وعندي الاحتراف اللي كان عندي وكل المقومات انه تخليني انا مميز، فهم كمان تميزوا اللي انا دربتهم. وبعدها كنت في البرازيل ب2014، وفي مؤسسة ألمانية شافت كيف بتعامل مع الأولاد، كنت موجود هناك لمشاركة في برنامج للأولاد الصغار، أكون في مهرجان كبير بضم كتير أولاد. وهلأ أنا مبسوط بالإشي اللي بعمل فيه لأنه عمالي بعطي جيل صغير إشي كتير مميز وبكون معهم من كل قلبي. دائما لازم يكون في باب للأمل حتى لو كان بعيد أو صغير، إنه نحاول إنه نتمسك فيه وندافع عنه بأي طريقة. وبآمن إنه أنا طول ما أنا عجري لازم أضلني أبحث وأسعى عشان أصير، بدي أقاتل عشان هالفرصة الوحيدة إنه أعيش، لأنه هي معنا بس فرصة وحيدة، لأنه إحنا عايشين حياة واحدة.